بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذه النفحات الإيمانية في هذا الشهر الكريم، نتحدث عن وظائف هذا الشهر الكريم. ونتحدث في هذه الليلة عن الصيام في الشرائع، في شريعتنا وفي الشرائع القديمة، كما أخبرنا الله جل ذكره أن فريضة الصيام التي كتبها علينا هي من الشرائع القديمة التي افترض بها على أنبيائه ورسله أجمعين، لأن الله تعالى أراد أن يتزكى عباده به بالصيام ويتقربوا به إليه، فيحبهم كما يحب الصيام، فهو أحب العبادات إلى الله تعالى، كما صح في الحديث: والذي نفس محمد بيده لا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وطيب رائحة الخلوف يعني محبة الله تعالى للصوم والصائم كذلك، فلذلك لم يخل شرع منه. فالتشبيه فيه راجع إما إلى وقت الصيام وقدره، فإن الله تعالى كتب على قوم موسى وعيسى صوم رمضان فغيروا، وزاد أحبارهم عليه 10 أيام، ثم مرض بعض أحبارهم فنذر إن شفاه الله أن يزيد في صومهم 10 أيام، ففعل، فصار صوم النصارى 50 يوما، فصعب عليهم في الحر فنقلوا إلى الربيع. وقيل التشبيه راجع إلى أصل وجوبه على من تقدم لا في الوقت والكيفية. وقيل التشبيه واقع على صفة الصوم الذي كان عليهم من منعهم من الأكل والشرب والنكاح، فإذا حان الإفطار فلا يفعل هذه الأشياء، من نام لا يفعل هذه الأشياء. وكذلك كان في النصارى أولا، وكان في أول الإسلام أيضا فيها مثل ذلك، ثم نسخ الله تعالى ذلك بقوله: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. وقيل التشبيه لغير ذلك من الصفات. المهم أن في الآية الكريمة تسلية للمسلمين بأن هذه الفريضة التي قد تشق على البعض فيكرهونها، فسلاهم الله تعالى بأن من كان قبلنا كانوا أكثر صوما منا، ومع ذلك فنحن أكثر أجرا منهم، وأنه لا بد لنا من أداء هذه الفريضة العظيمة التي هي أحدى مباني الإسلام، كما قال عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. وقد كان فرضه علينا معشر المسلمين أيسر من فرضه على غيرنا، حيث فرضه على الصحيح دون المريض، وعلى القوي دون العاجز، وعلى المقيم دون المسافر، وعلى السليمة من الأعذار الشرعية دون من كانت بعذر نفاس أو حيض أو حمل أو إرضاع، وإن كان قد أوجب على كل ذلك القضاء، ولكن على سبيل التراخي للفور، كما قال سبحانه: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. كما أن تشريعه لنا قرن بما يعين على أدائه بكامل رغبة وبالغ تطلع، حيث بيّن سبحانه وتعالى أن هذه الفريضة سبب لحصول التقوى التي هي سبيل الفوز في الدنيا والآخرة، كما قال سبحانه: لعلكم تتقون، أي لتكسبوا بهذه الفريضة التقوى التي هي زادكم إليه ولباسكم بين يديه، والتي تكسبكم فلاح الدنيا وترقيكم إلى أعلى مراتب الآخرة. ففريضة تحقق لك ذلك كله هي جديرة بأن يحرص عليها المؤمن أشد الحرص، ولذلك كان الصيام سياحة المؤمن في ملكوت الله تعالى بالمراقبة الدائمة حتى تكون المراقبة سيئة المؤمن. ومن هنا ندب الشارع إلى الحفاظ على حقيقة الصوم وجوهره، لا أن يكون صوما عن الطعام والشراب وشهوة النساء فقط، بل لما هو أبعد من ذلك، وهو الصوم عن المباحات فضلا عن المحرمات والتلذذ، وكذلك التلذذ بمناجاة الله تعالى والقرب منه بالاستقامة على طاعته وحسن عبادته. فنسأل الله تعالى أن يحقق فينا معاني الصوم، وأن يجعلنا ممن يباهي بهم الله ملائكته الكرام بمنه وكرمه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.